ما عندناش حيده صاحبي حيده صور دير فيديو يا سيدي راه فيديو هذا هانتو اخر سي درب زري يا حس زري يا حس كي يكون الزب سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم كيف دايرين مع الصحيحة كيف دايرين الميمات الوليدات كيف دايرين اموركم كيف دايرين نتومايا بخير ناشطين معشطين الصلاة على النبي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المهم مرحبا بكم اليوم غادا خارج أنا والوليدات ديالي قلت علاش لا نخرجكم معايا نتومايا حيدو من الروتين ديال الكوزينة وديال المواعن ونمشيو شوية ديال الضحك شوية ديال اللعب. المهم أنا غادا خارجة شوية نتخرج معايا خواتاتي علاش لا يلا حبيبات ديالي خليكم معايا ما تشوفين يلا البنات ها انتوما حنا دابا حنا غاديين في الطريق قلت علاش لا نشارك مع خواتاتي الخريجة ولو خريجة بسيطة نشارك مع خواتاتي كما انتوما عارفين انا ما تنخسر عليكم حتى شي حاجة كنت خارجة نخرجكم معايا تنتومايا من اخواتنا اللي برا واللي المهم انتوما تفوجوا معانا شي شوية الوليدات مقارنج دابا جالسين علاش لا قلنا نخرجوا معكم عطيني زيد التحيه نتايا السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معنا يلا نخرجوكم تسيروا باش نتومايو مولاها كريم يلا حبيبات ديالي ولي سميت من الطاقه البلاصه فين هاد البلاصه اللي حنا غاديين ليها دابا تيكولا تريك سيدي بطاش راه معروفه حنا باغيين نمشيو لواحد البيصه سميتها الضايه حدا البراج مرة أخرى إن شاء الله دابا حيت باقا ما صابش الشتا إن شاء الله ونديكم ليها وتشوفوا بلايص زوينة الصراحة فيها ما يتشاف وزير البراج باقي حتى المرة أخرى دابا ما صابش الشتا داكشي علاش ما غاداش نمشيو ليها وهانتوما هي تبارك الله غادي في الطريق يرحمنا بالشتا ان شاء الله يا ربي تولي الدنيا غزيره الصراحه في الشتا
صراحة بلاصة غزالة، ولكن تنطلبوا ربي الله يرحمنا تتكون غزالة في وقت الربيع، تتكون زوينة، تتكون الدنيا عامرة. ودابا نضرب لكم جولة فيها هنايا، عرفتي تتكون غزالة الدنيا. ها هو ياسين، تحية أوروبية. الله يلا. ها هما الوليدات ديالي راهم سارحين في وسط الشجر. صراحة الدنيا زوينة وخبص ربي الشتا، الله يرحمنا ويعطينا على قد النفع، تتولي الدنيا غزالة. ودابا إن شاء الله غنجمعوا العويدات ونردوا الغدا على 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 العافية وعلى الكانون. إن شاء الله غنبدا كل سيمانة غندير لكم الغدا على الكانون إن شاء الله. مرة جاية ندير لكم الكسكسو، مرة أخرى ندير لكم الفيزا، كل مرة ندير لخواتاتي أي حاجة. واللي بغاني يصايب لي شي حاجة على الكانون يكتبها لي في التعاليق ويقول لي علاش لا نصايبها لخواتاتي. يلا حبيبات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين، حنا الله قدر عويدات إن شاء الله وعادنا عاد نرجع معكم ديك الساعة. ياسين عندك عقاب اليوم تتجمع العواد. واش غنديروا هادشي اللي قسم الله. هانتوما البنات راه هانتوما البنات عطيتي لقط العواد والوليدات. ها هو البنات هانتوما عطيتي لقط. كتكون صابه الشتي كتكون الدنيا هنايا. تتكون غزاله ان شاء الله. ملي تصب الشتي الله يرحمنا هذا العام هذا. يا ربي امين يا ربي ان شاء الله نجيو لها ان شاء الله ونشاركوا مع الخواتات ديالنا وخوتنا وخواتاتنا مساكن اللي بعادين برا واللي ويه كاين اللي تيجي ما تينقيش. هانتوما البنات يجي يقضي غرض وصافي ويدوز داكشي علاش الطبيعه. الطبيعه راه كنز. داكشي اللي كاين هاد البلايص تكون غزاله. عرفتي ديك البلاصه اللي تبان لكم البنات راه فين عرفتي تكون خضراء زربيه فوق الشتا. دابا ان شاء الله نشارك معكم ملي تصب الشتا الله يرحمنا. والوليدات تاهما راه عرفتي لقطوا في العويدات. صراحه الدنيا عامره ما بغيتش نصور لكم حتي انا من هكا كاينين الناس داكشي علاش نصور لكم معايا الدنيا اللي حدايا هنايا. يلا حبيبات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين. وها فين غنديرو العويسية ان شاء الله فين نشعلوها هنا في هاد البلاصة. يلا وياسير هو اللي ديما تيشعل العافية انا ما تنشعلهاش قليل هو اللي حدا تيشعل دغيا دغيا. هيا البنات الكليسة ديالنا هي هادي. ها أميمة بنتي فين جالسة؟ أميمة لاباس؟ بخير. سلمي على المشاهدين. السلام عليكم البنات كي دايرين مع الصحة كي دايرين بخير كي دايرين الميمات لاباس؟ ها البريري ديال السوينية باقا ما عملناش اجي الصراحة. يلا حطيت كوزينة قال لي ياسين جايبها معاك. دابا غادي نشارك معكم ان شاء الله ملي نغرد الغدا. انا جيت اليوم مع القويميلة كنت باغا نجيب طاجين مجدوش ومن داكشي اللي درت ان شاء الله نشاركو مع الحبيبات ديالي. ودابا غنمشيو عند با ياسين هو تيشعل العافية. حاطة علي عاطية اليوم هو يشعل العافية حيت هو ديما اللي تيشعل لينا العافية الصراحة من ملي تنخرجو دائما هو اللي تيشعلها. كتير ما شعلتيهاش يا سيلي وما نقصو بالغدا. اه هي معاك دابا. يا الله سيدي. اه هي وجدت. اه هو شعل العافية. اه هي اللي شعلتها. العدا كل بنات راه هو اللي تيشعل فيها. راجلي حرق الغابة. صافي. اه هي اللي شعلتها تقول لهم راجلي حرق الغابة. عرفتك شعلتها نهرب ونخليك. ها هو البنات شحال العافية. أنا غادي دابا نمشي إن شاء الله عاد نصب الغدا. طيب البوطة 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 البوطة. والله إلا صراحة تيجي طيب ديال 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 العافية غزال. الخبز فيه ريحة الغاز، الماكلة فيها ريحة الغاز، كلشي بالغاز. والله إلا صراحة والله طيب العافية تيجي غزال، أتاي ديالها، كلشي ديالها. أنا راه مول فتاة جيت نصايب فيه الملوي ولا الرغايف. كسكسو اليوم ما جيناش بكري داكشي علاش قلنا غدا خفيف ظريف داكشي علاش. وما تيعجبني الصراحه نطيب فيها انا العافيه. والمقاتل ديال الغابه
المقاتلين ها وي البنات تشوفوا هاد البنات غادي تهربوا. المقاتل هذا خاصه بالغابه صراحه، مخلينه هو واحد المقراج راه فينا هو تيبان لكم هذاك هو اللون ديالو هكاك بالحق ماشي كحل اللون ديالو هكاك. وهاد البراد مخليه راه فينا راه فينا يا زي راه 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 ها هو 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 وهذيك والكامله مخليهم صراحه واحد المره مخليهم على حساب على حساب العافيه والغابه بحالكم اللي تنجيو. يلا حبيبات ديالي راك ياسين نوبت دابا نوريكم النعيجات مساكن ما لقاو ما ياكلوا طلبوا الله الله يرحمنا بالشتاء ها هما مساكن تيقلبوا. يلا واحد شويه ديال القشور ديال الخضره الحناه ومسكينه كتاكل فيهم ما لقاو ما ياكلوا مساكنه الارض صفراء، ولكن عرفتي ملي كتصب الشتا تتولي الدنيا زربيه خضراء هنايا ما تسخاش ما تسخاش تحيد منا في هاد البلاصه هاد المنطقه هادي كتكون هنا عاود ديك البلاصه راه هي الضيه الصفراء كتكون عامره بالماء تيكون واحد المنظر زوين هنايا ما تسخاش. وحنا نرجعو عند لاله سعاد نشوفها شنو غدير لينا الغدا اليوم. يلا سعاد شنو غديري لينا الغدا اليوم؟ سيدي غندير لكم الجميله اليوم الجميله جايبه معك كوزينه انت الله يلا مدور معايا كوزينه الدجاج ومرحبا بكم وقبلوا علينا قبلوا علينا راه حنا قناتنا ان شاء الله خدامه بكم نتوما يا نتوما هما كلشي نتوما هما خوتنا نتوما هما عائلتنا نتوما هما صحابنا اي حاجه فيكم نتوما ومن بعد سيدي ربي سبحانه وتعالى تنشكرهم كاع اللي تعطينا شي سويعه من وقيتو تنشكرهم الله يكثر خيره الله يرحم ليهم الوالدين والله الصراحه الله يكثر خيره وكاع اللي وقف معنا وتعاون معنا وعطانا دقيقه من وقتو وشاف الفيديوهات ديالنا وعلق ليهم شي تعليق يكون زوين وعطانا اشتراك ودعمنا بلايك هذيك هي احسن معاونه. التعليق ديالكم تيهمونا وتيشجعونا. يلا شنو كدير يا سعاد حنا قربوا عندك سيدي قرب هنايا شدك تشوف نتمنىكم تكونوا معنا كاملين. انا دابا درت الدجاج بغا نخدر بالبطاطا والزيتون وقريعه جديده الصراحه دازت خدها ياسين جديده غزاله. دابا غادا نقرط فيها غير البصله درت شويه دجاج ها هو نص فروج المهم على لا قسم الله قبلوا علينا وصافي. دابا غادا نقرط لكم عارفين ديال الغابه ماشي ديال الدار خاص كاين القلاطه وكاينه كاين البوطاجي اللي تخدمي عليه. دابا واري شدوا شويه الراحه نجلسوا الارض صراحه الجميله ديال العافيه والله الا تجي غزاله. انا مال فاش نجي في الطاجين ولكن اليوم ما قلت تعطلنا غنديو الجميله احسن غنكثر فيه شويه البصله تجي تجي جميله حلوه ومدغمره وحنا تعجبنا هاد البلاصه هادي حيت هاد البلاصه كتكون زوينه وفيها الكالم والناس كتكون الناس شاده كل واحد شاد التقار ديالو ما كاين لا ديرونجمون لا والو صافي كتجلس في الامان. كنجيب وليداتي كنخرجهم كيفوجوا هنايا كنبدلوا داك الروتين ديال العمل بالنسبه للعمل ديالي انا كعامل نظافه اولا بالمصطلح العربي مهندس نظافه كنخدمها بالليل الليل بالنهار تنضل تنبقى ناعس النهار كامل بعد نوبه منفيق بعد نوبه منفيقش وتنجي في الصباح ثاني كنجي مع الثلاثه ديال الصباح تنخدم تندخل تندير مونتاج الفيديوهات تنوجدهم يعني راه كيكون عندي شويه ديال التعب عندي دابا الملحه وتنحاولوا نبدلو شويه بهاد خرجات مشيو للطبيعه وكل مره فين تنمشيو مره الغابه مره حدا البحر مره معلق ديال الخرقوم معلق ديال سكينجبير الدجاج راني غسلته ب الملح والحامض في الدار عاد جبتها. دابا نشارك معكم ان شاء الله القصيد ديال الدجاج ديالي انايا كيفاش تنغسلو
بزارنا ما تلقاويش منو جندير منو عيش شوية ما وصلش نص معلقة نقرط فيه شوية الحامض مصير والزويته ديالنا شوية زيت العود انا واقيلا بلا ما كتقلي لا ما تنقليش انا في العافيه ما تنقليش في العواد صراحه حتى ندير كوش نخوي معاك مزيان ما تنخلي الدجاج يتشحر واحد شويه وانا واحد الضامه ديال الزعفران صافي تندير ليها انا كنت نمشي خوش براي دي باني الحص باش ما باش ما كان طالع واحد الرويحة زوينة ديال التومة حكيت فيه التومة كبدة تا هي درتيها؟ اه تا الكبدة تموت على الكبدة يا خويا اه خذوا كلشي خليوها هي في الثقة والله لا غندير واحد كويس زعما جوج هانتوما واحد واحد طارزان عندي ها هو فين معلق ها هو قربوا ليكم تشوفوه ها طالع ها اخوته هو طالع لعندو طالع فوق الشجره هذه هي الفرحه اللي كترشق ليا ملي كنشوفهم تا هما مساكن فرحانين مع هاد الازمه ديال هاد الوباء الله يطلبوا الله يرفعوا علينا ويتحدى هاد الوباء هذا مساكن تيجلسوا في الدار ما تخليهمش تخاف عليهم ما تخليهمش يخرجوا يلاه كنديهم للمدرسه بيدي ونجيبهم صافي وكيبقاو في الدار النهار كامل داكشي علاش كنحاول نخرجهم هذا النهار باش هما تيبدلوا شويه ما يقنطوش لان الانسان يوميا الدار 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 غي مرض انا كنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا عندك الطيحه حسام اه ما خدامين بانت لهم الشجره فيها البلوط راه ما كيسوسو فيها الكبير تيسوسو والصغير تيلقط هاكي شدي لي خليني نقادك شدي لي خليني نقاد داكشي باش ما طيحش لك ما نشوف شويه البنجال نشوف البنات تنشوي بنجال تا هو فوق العافية صراحة تيجي غزال غزال بلي بنجال ديال العافية عفوا هاهي الكويميرة رطيلة دير يا ياسين داك بنجال ولدي جاب ليكم حبات ديال البلوط باقي صغير باقي صغير مكايناش الشتا داكشي علاش مكايناش الشتا قليل راه جمعات ليا بنتي شوية قليل ملي كتكون الشتا راه كتكون حبة فيها 4 سنتيم 5 سنتيم اه تيكون غير قهوي اه الصراحة تيكون دابا الشتا راه صابيش الله غسلهم قبل ما تاكلهم غسلهم ندير دير بود ياسين بود جريت شوية تما كيعجبني أنايا شو العضاء ديال الفلفله مشويه على العافيه الصراحه البنات تعطي واحد الريحه غزاله فيها والكويميلا راه درناها تتشحر دابا غنخلي الدجاج يتشحر على خاطر تحركتي ولا بدا ديال اللي بغى العسل يصبر قريص النحل ضروري هيا الجميلة تتشحر مع سمعتيها ياسين جميلة حل عليها واش بدات تتشحر داكشي حيت السماء زغصت هيا البنات دغيا دغيا تبارك الله شتوها دغيا دغيا تتغلى والريحة عطات بزاف تبارك الله تجي ريحة غزالة يالله خليكم معنا حبابنا يالله هانتوما الدنيا كيفاش دايرة طلبوا ربي يطروا علينا وعليكم يا ربي يرحمنا وتزيان الدنيا وما
وملي كتكون الدنيا خضراء كتكون الدنيا عامره هنا، ما كتلقاش فين تجلس. ايه تتكون عامره. كنبعد لداخل في الغابه من الليل، دوري وريهم الكاميرا. تمشي باش نبعد لداخل من الليل. تمشيو لديك الجهه اللي عرفتي. الدنيا عامره هنا. دابا نصور لكم من الجهه اخرى غزاله، تكون الدنيا خضراء في الربيع، اما دابا راه الدنيا تتبان. هاد البلاصه هادي اللي وريتكم قبيله راه تتكون خضراء، راه تتبان لكم بيضاء ليا، تتكون خضراء بالربيع زربيه. تيلعبو فيها الدراري الكرة، تطيب الدنيا عامرة بها. وكاين واحد السد قريب من هنايا. كاين البراج. كاين البراج غزال الدنيا تما، تطيب الشجرة ونديكم ليه شناهي. إيوا الله يرحمنا ويعطينا على قد نفع داكشي اللي طلبوا سيدي ربي ترحمنا ويرفع علينا هاد الوباء. والمعنى البنات لما تمشي تحركوا لكم في يوليو كحلين وتغسلوا دغيا. ملي تجيو العافية دهنوا الكاملة بالزيت ولا البرمة، دهنوها بالزيت كاملة وعاد ديروها فوق العافية ما تشدش فيها الكحولية. يلا حبيبة ديالي الله سعادة، هي تتلوح الخضرة. يلا هاكا تحت هي مسكينة، راه كانت غاتحرك من وجهها. هي عاد تتفرقعات عليا البنات والجلال هنايا بنات العينين ديالي. احفظ الله من دادر والله الا استنى الله، الله يحفظنا ويحفظكم من العافيه والله. راكي سخونه تزيد عليا البصله هانتوما الفلفلك تجي تبارك الله بشويه العافيه. سؤال، كون جيتي من هاد الجهه حيت الصاد تيمشي لعندك. حرقاتني الصاد دابا الصاد العافيه البرد تيدور من هاد الجهه. صحني تعطي شويه من في وجهي. جي من هنا دابا الصاد تيجي لعندي انا. نديرو البطاطا يا البنات. الدراري عندي انا ما كانتش البطاطا ما تيبغيوش ياكلوا ليا شي حاجه، صافي غير البطاطا بحكا وهاد القراعة ديال الكورجي تياكلوها معايا. ولفتي البوطه؟ والله الا ولفنا البوطه. انا الدجاج بقى غادي نهزو نديرهم للفوق. خاصك واقيلا تحيدي هو الاول قبل ما تلوحي القرع. يلا غادي نحيدو هو الاول اللي بعد نكمل البطاطا تاني حيت الدجاج راه خليته دابا تبارك الله. عرفتي هي باقا جديدة والله صافي. تندير القرعة على وديتي أنايا تناكلها. هي القرعة كورجيت راه مزيانة المالين السكر والريجيم خاصة كاع تناكلها. أنا تا وليداتي تيبغيوها الصراحة، تا الدراري تيبغيوها ياكلوها ليا خصوصا هذه جديدة بقى الخضرة البنات دارت قرون غلات الشتا ما كايناش وجات هذه الأزمة ديال ديال هذا المرض تبارك الله. والله إلا غلات الله يرحمنا برحمته. راه الدجاج تبارك الله راه شاحر دخلوا الطياب كاع. غنجيب الحامض ونزيدو عليه سمحوا لينا هذا الفيديو راه غيكون طويل شي شويه، ولكن راه ما بغيناش نحيدوا منه حتى لقطه حيت الا حيدنا منه شي لقطه ما غيبقاش مزيان. وي حنا بغينا نخرجوهم معانا شي شويه الله يرفع لنا هذا الوباء. نزيدو شويه الماطيجه النهار اللي درنا غنشاركوه مع خوتنا وخواتاتنا.
الانسان. واحد شويه الملح من الفوق على الصفحه. درتي الماء ياسين هنا؟ باش تمر. واحد شويه ما بقاش نزيد الماء صافي. هذاك الماء ديال القرعه غادي طيب فيه. تبارك الله دغيا دغيا تبارك الله تزغلي. يلا البنات ها القويميله يا البنات. داك شي زوين الله يعطيك الصحه. ها كل شفتوا الريحه يا البنات سمحوا لينا ما شهيناكم. يا القرعه تبارك الله طابت وطيبتها والدجاج هو تبارك الله طاب تبارك الله. ها انتم البنات ما شهيناكم سمحوا لينا. انا عيشه جايين يتغداو معاك. والله الا شهيت مساكن تيقلبوا على ما ياكل. الله يرحمنا ويعطينا على قد النفع. مساكن تيقلبوا. غندير الزيتون دابا خليها واحد شويه يطلق طافيو. تبارك الله العافيه تجيب ريحه مريقه لذيذه. ولفت البوطه. يلا بغيت نقول لك ديري الزيتون وطفي البوطه. وياه والله الا وازعلوك حتى هويا. انا وما درتش مطيشة ما حكيتهاش، درتها بحال شكل تكتوكه. نقيتها وقررتها رقيقه ودرتها درت عليها الثومه والربيع العطريه دي. درت غير الكامون قزبر حبوب صافي والمليحه وزويتها البلديه صافي وخليتها دابا وتحميها يعني فلفله حمراء صافي وخليتها دابا راه تعسلات. ها انتم البنات تبارك الله على العافيه تجي غزاله. دابا عاد غندوز باش ندير عليها بودنجان الفلفله. نقيتهم وقطعتهم وسمحوا لينا حنا عشان نشارك معكم النهير ديالنا كيف ما هو. بغينا نبدلو لكم شويه من الدار الدار الدار. داكشي علاش قلنا خارجين خرجوكم معنا حتى نتوما شي شويه. واخا الله يرحمنا باقا الدنيا شويه ما كاين لا ربيع لا والو. والقاري الجوال راه تيطيب. يلا البنات الغديوه ديالنا طابت. قبلوا علينا يا البنات. تنبغي نحيد القرعة نحطها من الفوق. يلا البنات ها الغديوة ديالنا. قبلوا علينا وسمحوا لنا اللي تتوهم سمحوا لنا ولا قريب مرحبا بيه. هذا هو غدا ديال الغابة طويب على قد الحال. هي وبنتها. هي وبنتها اللي قالتين والدراري راهم ليه. غنتغداو انا ويا بارك علينا ونجريو عليهم. والخبيز ديالنا هو وشليلة والزعلوك راه كلا علينا الماعز. إوا قبلوا علينا تمنا والله تقبلوا علينا تانتومايا وسمحوا لينا. يلا البنات يلا البنات احنا دابا غادي راجعين للدار. تنتمنى والله هاد الفيديو عجبكم. وإلا كان تعجبكم بحال هاد الفيديوهات كتبوها ليا في الكومنتير ان شاء الله نبقاو نديروهم. ان شاء الله باقي الخرجات ان شاء الله. هادي هي
الطبيعه اللي دزنا غادي في الطريق، قلنا نوريكم شي شويه. نتمنى من الله يعجبكم الدنيا ومرحبا بكم تجيو للطبيعه تساراو فيها زوينه، الهواء ديالها غزال. وهذه هي راهي الدخله ديال سيد حيا، فين غاديين دابا؟ يلا الحبابات ديالي، نتمنى من الله الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم اشتركوا في القناة ورنوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، واللايك اللايك البنات. واللي تيبغي اختكم سعاد شي كومونتير يكون زوين بحالكم. وشكرا لكم الحباب ديالي، وقوموا من جيم واللايك البنات، لايك لايك لايك، وبارطاجيو الفيديو واتساب فيسبوك علاش لا. وبسلام عليكم الحباب ديالي، وإلى فيديو قادم ان شاء الله. يلا بسلام عليكم الحباب.